السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد واجد يوتيوب لأحوال طقس. إذن متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في هذه النشرية الجوية الخاصة بتساقط أمطار غزيرة معتبرة على العديد من المناطق الجزائرية بإذن الله تعالى. إذن المرصد الأوروبي لرصد العواصف متابعينا الكرام يعطينا إنذار من المستوى الأول، سيشمل جل المناطق الشمالية للجزائر، المناطق الغربية الوسطى والشرقية، وهذا بداية من أمسية الخميس 28 من شهر ماي إلى غاية الجمعة 29 من نفس الشهر. إذن المناطق التي ستكون معنية متابعينا الكرام، المناطق الساحلية الغربية، ولاية مستغانم، وهران، عيتي، وشلن، تلمسان، ولاية الصعيدة وسيدي بلعباس، ولاية معسكر وغليزان، ولاية أيضا تسم سيلت، ولاية تيار ستكون معنية أيضا بقوة، ولاية عين الدفلة والمدية، ولاية الجلفة، ولاية المسيلة، ولاية أيضا سطيف، برج بوهرريج، أي البليدة، تقريبا أيضا هنا من نتابع معكم البويرة، السواحل الوسطى على غرار جيجل، بجاية، أيضا تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة. الأمطار أيضا ستشمل منطقة الصاورة، ولاية بشار، ولاية النعامة، المناطق الجنوبية، ولاية أدرار، ولاية تمراس بإذن الله تعالى، وهذا أمسية الخميس 28 من شهر ماي. هذه الأمطار متابعينا الكرام ستتحول إلى المناطق الوسطى والشرقية والهضاب العليا وشمال الصحراء والواحات، وعليه ستكون الأمطار حاضرة بقوة يوم الجمعة 29 من شهر ماي على كل المناطق الشرقية الساحلية، ولاية الطارف، عنابة، سكيكدا، جيج، البجاية، تيزي وزو، وأيضا بومرداس، الجزائر العاصمة، ولاية البويرة، برج بوهرريج، ولاية سطيف، ميلا، قسنطينة، ولاية باتنا، ولاية أيضا المسيلة، ولاية بسكرة، وولاية الجلفة بقوة. نذكركم متابعينا الكرام، هذه الأمطار ستكون أكثر قوة خلال الفترة المسائية ليوم الجمعة، ستصل إلى ولاية سقهراس، قالما، قسنطينة، ولاية أم البواقي، خنشلة، وتبسة، وأيضا ولاية باتنا، ولاية المسيلة، ولاية بسكرة، أيضا قد تشهد بعض الأمطار الغزيرة المعتبرة خلال أمسية الجمعة. إذن أمطار أيضا ستشمل المناطق الجنوبية، ولاية تمراس، ولاية إليزي يوم الجمعة بإذن الله تعالى. إذن كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.